أرابيا. الله أكبر الله أكبر. تأتي استضافة أستراليا لمباراة كأس آسيا لكرة القدم وسط مناخ يسوده التوجس والريبة نحو الإسلام والمسلمين، على خلفية قيام جماعات متطرفة في أنحاء كثيرة من العالم بعمليات إرهابية طالت أستراليا نفسها الشهر الماضي. ومع وصول 10 منتخبات مسلمة إلى بلاد الكانغارو، بدأ الحديث عن عدم التعاطف معها خلال المباريات، بيد أن استطلاعا قام فريق العربية بإجرائه أظهر أن المئات من أصحاب الضيافة لا يتجنبون تشجيع المنتخبات المسلمة ومن ضمنها المنتخب السعودي. الأستراليون بمختلف أطيافهم حرصوا على اقتناء العلم السعودي والتوشح بألوانه قبل الدخول إلى المباريات. نعم، نحن نشجع السعودية. كان علينا الاختيار بين فريقين واخترنا السعودية. إنها دولة أفضل، إنها أغنى دولة في العالم. إنهم فريق كرة قدم جيد، يتحرك بشكل جيد ويقدم أداء ممتازا. لم يكونوا محظوظين في المباراة الأولى، أضاعوا الفرص وأهدروا ركلة جزاء. جئت اليوم لمتابعتهم مع عائلتي. أشجع السعودية وأدعوكم لتشجيع هذا المنتخب، إنه فريق رائع وأنا مهتم به. يبدو أن حملات الكراهية ضد المسلمين فشلت في تغيير قناعات مشجعي كرة القدم. النساء والأطفال يجدون في تشجيع المنتخب السعودي فرصة لنشر السلام والتقريب بين الشعوب. لم يكن هناك مساحة للكراهية في أستراليا مع اصطفاف عشرات السعوديين لأداء الصلاة من دون مناغصات، فضلا عن تحية أصحاب الضيافة لضيوفهم من خلال حمل الأعلام الخضراء وارتداء الزي العربي. أستراليا تتجاوز حملات الكراهية ضد المسلمين وتظهر وجهها الحضاري من خلال البطولة الآسيوية بعيدا عن تكهنات البعض بتنامي ظاهرة العداء أثناء المنافسات القارية.